ترأس الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع 36 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد في سلطنة عمان الشقيقة. وقد ألقى معالي الوزير كلمة مملكة البحرين في الاجتماع. يطيب لي في مستهل هذا اللقاء أن أتوجه بالشكر لمعالي السيد حمود بن فيصل بوسعيدي وزير الداخلية سلطنة عمان الشقيقة على استضافة هذا الاجتماع وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما يسرني توجيه الشكر لمعالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وإلى الأمانة العامة على حسن الإعداد والمتابعة لعقد هذا الاجتماع. أصحاب السمو والمعالي، إن مملكة البحرين كما هي دوماً ملتزمة بأداء رسالتها الأمنية النبيلة وتسعى للارتقاء إلى طموحات وتطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدفع مسيرة التعاون الخليجي نحو آفاق جديدة لتحقيق الرفاه لشعوب بلداننا واستقرار الأمن في أوطاننا. كما يسعدني في الوقت نفسه أن أشيد بما اتخذه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من قرارات وما قاموا به من جهود وما قدموه من مقترحات ساهمت في النهوض مسيرة العمل الأمني الخليجي المشترك. أصحاب السمو والمعالي، لقد تمكنت دولنا من احتلال مكانتها المرموقة بين دول العالم، وذلك في ظل سياسة الاستقرار الحكيمة والوازنة لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما أنعم الله علينا من مقومات عديدة وثروات حضارية وإنسانية واقتصادية، وهي مرتكزات ساهمت في استقرار المنطقة وتوفير البيئة الاقتصادية والصناعية التي تتمتع بها دولنا. ولكن لا يخفى عليكم أيها الأخوة بأن التحديات الأمنية التي فرضت نفسها على الساحة الأمنية كثيرة، ومنها التحديات الناتجة من سوء استغلال التقنيات والأسلحة الحديثة مثل الصواريخ الباليستية والطائرات والغواصات الموجهة، وكذلك الهجمات السبرانية، ناهيك عن الإشاعات المضللة والإعلام الموجه الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا. أصحاب السمو والمعالي، إن الأمر ولا شك يتطلب منا مراجعة أولوياتنا الأمنية لتقوية متانة المظلة الأمنية الشاملة وما يترتب على ذلك من تطوير للأجهزة والمنظومات الأمنية للعمل بالسرعة والكفاءة الأمنية اللازمة. وهذا يقودنا إلى أنه إذا أردنا تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين علينا أن نقدر بكل وعي حجم التحديات وأنواعها وطبيعتها حتى نستطيع أن نوجهها بكل عزيمة واقتدار. أصحاب السمو والمعالي، السادة الحضور، أتمنى لاجتماعنا هذا التوفيق والسداد لإنجاح مسيرتنا الأمنية وتهيئة الأسباب للنهوض بمجتمعاتنا وتوفير متطلبات التقدم والرخاء في دولنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أشاد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يلقاه العمل الأمني المشترك من دعم ورعاية واهتمام من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، معبرين عن إدانتهم الشديدة للهجوم الآثم الذي تعرضت له المنشآت النفطية في محافظة بقيق وهجرة خريص بالمملكة العربية السعودية، مشيدين بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة المسؤولة في المملكة للتعامل مع هذا الاعتداء الإرهابي التخريبي، مؤكدين تضامن دولهم مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والدفاع عن مصالحها،
مؤكدين على ضرورة العمل الأمني المشترك لتأمين حرية الملاحة الدولية في مياه الخليج.